تقريبا كده وانت بتدور على شاشه جديده لجهازك اصطدمت بالمصطلح ده، وهو الاسبكت ريشيو بالعربي نسبه الابعاد. لو ترجمتها على جوجل هتطلع لك ابعاد متزنه، وبما ان جوجل عارف كل حاجه هيطلع لك معناها. الاسبكت ريشيو هو نسبه العرض للارتفاع في الشاشه او المحتوى اللي بتتفرج عليه. الموضوع ما فيهوش رغي كتير الحقيقه، لان الاكثر استخداما حاليا هو 16:9، ده بالنسبه لمعظم الشاشات اللي موجوده حاليا. لو بتفكر تشتري حاجه جديده للجهاز بتاعك ولقيت المصطلح ده قدامك ومش فاهم ايه هو، في السمارت فونز حاليا بيكون من 18.5 لـ 9، ودي نسبة متغيرة على حسب ان كان في نوتش ولا الكاميرا داخل الشاشة. زي الجالاكسي اس 10 بلس مثلا جايب اسبكت ريشيو 19:9، الايفون 10 اس ماكس او اكس اس ماكس على حسب ما بتفضل تقول جايب اسبكت ريشيو 19.5 لـ 9. الحقيقة ان موضوع الاسبكت ريشيو مش حاجة محتاج انك تهتم بيها قوي في الشاشات، قد ما محتاج انك تهتم بيها اكتر في صناعة المحتوى. ويمكن اكتر صناعة تهتم بالاسبكت ريشيو هي صناعة الافلام مش الالعاب، على عكس ما كنت ما هتتوقع اني اقول، لان الاهتمام بيه بيدي روح للفيلم بالاعتماد على حاجات كتير. فمثلا لو بصيت على الافلام الجديدة اللي بتتكلم عن احداث من الماضي، هتلاقي ان مصنعي الافلام بيحاولوا يخلي اجواء الفيلم من كل حاجة تناسب الفترة دي اللي كانت وسائل العرض فيها مربعة او بتعتمد على اسبكت ريشيو 4:3. في بعض الافلام موضوع الاسبكت ريشيو ممكن يعكس حالة نفسية، فيلم مثلا زي جوست ستوري الاجواء بتاعته كانت كئيبه، وصناع الفيلم عاوزين يوصلوا لك الاحساس ده وكان حياتك ناقصه، بس ما علينا. فبيضطر صناع الفيلم انه يلجا لاجواء كئيبه من حيث الالوان والديكور، ويستخدم اسبكت ريشيو او كادر الضيق عشان يزود لك التيم بله، عمل لك تعرجات او كورنرز مدوره عشان يخنقك اكتر واكتر. فيلم مثلا زي ذا هيتفول ايت اخراج السايكوباس كوينتين تارانتينو، المخرج اصر انه يستخدم اسبكت ريشيو في الفيلم يكون وايد بنسبه 2:76:1 عشان يبين المناظر الطبيعية كلها، الى جانب ان جزء من الفيلم بيتصور جوه بيت، والبيت ده فيه الشخصيات اللي هي محور احداث الفيلم اللي بتقوم بافعال معينة بتغير احداث القصة اللي انصحك تتفرج عليه لو منظر الدم ما بيسببلكش اي مشكلة. ضيف على كده ان الاسبكت ريشيو مش بالضرورة يكون شيء ثابت في كل المشاهد، يعني فيلم زي It Comes at Night ده اتصور باسبكت ريشيو مختلف، الحياة الواقعية اتصورت باسبكت ريشيو، والكوابيس اللي هي محور الفيلم اتصورت باسبكت ريشيو مختلف. ده غير ان مع سير احداث الفيلم الاسبكت ريشيو كان بيقل عشان بس يوصل لك ان الكوابيس هي بقت الواقع بتاعه. المقصد انك كمستخدم مفيش سبب يخليك تهتم قوي بالاسبكت ريشيو او خايف منه كرقم، الا لو عاوز توصل رساله معينه او عاوز تخلق محتوى معين يوصل رساله معينه، وغالبا ده مش في الشاشات. فبما ان الديفولت دلوقتي بتاعنا في الشاشات هو 16:9 بمختلف الريزولوشنز طبعا، فايه الحكمه من تواجد شاشه زي الار او جي ستريكس اكس جي 49 في كيو باسبكت ريشيو 32:9؟ الشاشة مبدئيا اول ظهور ليها كان في معرض سي اس 2019 ضمن سلسلة شاشات ايسوس ستريكس الجديدة، وكان من ضمنهم الشاشة الاكس جي 32 في كيو ار اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي هتطلع لك من الاي هنا. شاشة حلقتنا شاشة بحجم 49 بوصة بريزولوشن انت غالبا اول مرة تسمع عنه، وهو الدي اف اتش دي او دبل فول اتش دي بالارقام 3840 × 1080. لو ما فهمتش تخيل انك جايب شاشتين خلينا نقول حجمهم 24.5 بوصة، وكل واحدة فيهم بريزولوشن 1920 × 1080. خد ال 1920 واضربهم في 2 اللي هو عدد الشاشتين هيطلع لك ال 3840، والطول هنا ثابت اللي هو ال 1080، بس هنا من غير البازل اللي بيكون في النص اللي بيفصل الشاشه دي عن الشاشه دي. وده يفتح لك الباب انك تستخدم الشاشه بشكل اكبر وبكذا استخدام. يعني انا مثلا لفتره كنت بستخدم الشاشه استخدام تقليدي اللي هو بدور على حاجه وبكتب في حته ثانيه على نفس الشاشه، فهي شاشه مالتي تاسكينج من الدرجه الاولى، لدرجه ان ايسوس موفره سيستم في الشاشه يخليك تقدر تقسم الشاشه لثلاث شاشات، كل واحده فيهم مرتبطه بجهاز غير التاني، وكل واحد فيهم بيعمل حاجه غير التاني. بس للاسف هتضطر ان انت تستخدم ماوس وكيبورد لكل جهاز، وهتشغل الثلاث اجهزه عن طريق 2 HDMI 2.0، واحد ديسبلاي بورت، وفي هاب يو اس بي 3 من نوع تايب A، مفيش تايب C ومش عارف ليه. لكن لو انت عندك جهاز واحد بس، ايه اللي تتوقعه من شاشه بالريزولوشن ده؟ خلينا بس نبص الاول لباقي مواصفات الجهاز، بعد كده نقول ايه اللي انت تتوقعه منها. الشاشه زي ما قلت جايه بحجم 49 بوصه بكيرف 1800 ار ببانل من نوع VA، بتشتغل على تردد 144
44 هرتز وزمن استجابة 4 ملي سكند، فكأبعاد من حيث الحجم وريزولوشن وزمن استجابة وتردد الشاشة معمولة عشان التريبل اي جيمينج. وتقدر تشوف ده في ان الشاشة من اهم مميزاتها انها جاية بتقنية التزامن من AMD الفري سينك 2، اللي من اهم مميزاتها انها بتقدر تتعامل مع المحتوى بداية من 48 هرتز لحد 144 هرتز اللي هو السقف بتاع الشاشة، عشان تبعدك عن الستاترينج والانبوت لاج، والاهم من ده كله وهو التيرينج. من مميزات الاصدار الجديد للفري سينك انه بيدعم قيم ال HDR. الاصدار الاول ما كانش بيدعم قيم ال HDR، بجانب ان انفيديا كانت اولى الشركات اللي بتدعم قيم ال HDR مع تقنية التزامن الخاصة بيها الجي سينك. وده يودينا لسؤال مهم جدا: سوق كروت الشاشة حاليا في جيب انفيديا بشكل او باخر. المنافس ليها AMD بيحاول يرجع، حتى الان المحاولات مش قادر اقول انها فاشلة، لكنها لازالت مش قد توقعاتنا. كلنا آملين ان الجيل اللي جاي من AMD يكون على قدر من المنافسة وعلى قد توقعاتنا، عشان يقدم حاجة جديدة للسوق ويخلي السوق ما يبقاش حكر على شركة واحدة. المهم انك في النهاية هتميل لشراء جندي من المعسكر الاخضر. فالسؤال هنا: هل اقدر استفيد بميزة التزامن وال HDR400؟ هنا تيجي ميزة لصالح كروت انفيديا، انك سواء شاري شاشة بتدعم الجي سينك او الفري سينك 1 او 2، انت ما عندكش مشكلة انك تقدر بكل بساطة تستخدم التزامن بدون اي مشكلة مع كروت انفيديا. والفرق زي ما وضحت في حلقة فاتت، لينكها هيظهر لك من هنا، مش موجود. وال HDR هيشتغل معاك بدون اي مشكلة، خصوصا ان الشاشة حاصلة على سيرتيفيكيشن بتاعة فيزا HDR400، بمعنى ان الشاشة لازم تدعم قيم معينة من الاضاءة في ظروف معينة عشان تقدر تبين تدرج الاضاءة على المجسمات، بداية من البيور بلاك للبيور وايت او العكس. وطبعا الاهم ان اللعبة تكون بتدعم ال HDR بصورة اساسية وفي كل جوانب اللعبة، مش مجرد فلتر بس يفرق بين المناطق المظلمة والمناطق المضيئة. لانك لو تفتكر من الحلقة اللي فاتت، تقنية ال HDR بتتعامل مع الضوء، والضوء هو اللي بيكون المشهد اللي قدامك، فهيكون فيه كمان اختلاف في الالوان اللي في باقي اجزاء المشهد، مش بس الاماكن المظلمة والمضيئة. ويمكن السبب في تواجد ال HDR وتطلبه لكريتيريا معينة في الشاشة، زي مستوى اللون الابيض ومستوى اللون الاسود ورنج الوان معين، ده اللي مخلي الشاشة جاية بزمن استجابة 4 ملي سكند جراي تو جراي. عشان كده من شوية انا قلت ان الشاشة كل مواصفاتها هتناسب التريبل اي جيمينج. الشاشة كريزولوشن وابعاد تجربتها مختلفة عن اي شاشة تانية. هي لا تضاهي جودة البي جي 27 يو كيو. ليه؟ لان دي لازالت واحدة من اعظم الشاشات اللي انا جربتها وعملت عنها حلقة كاملة. لان كون الشاشة دي جاية بالريزولوشن ده مخليك قادر تشوف فيو اكبر جوه اللعبة. تخيل كده بتلعب لعبة استراتيجي او لعبة فيرست بيرسون شوتر، انت شايف اللي غيرك مش شايفه. بلاش العاب الفيرست بيرسون شوتر، لعبة مثلا زي فيفا، انت في ال 1080 او ال 1440 بي شايف جزئية معينة، حتى لو الكاميرا على الكوبريشن مود. انت هنا في الشاشة دي وعلى المود ده بكل بساطة انت شايف الملعب كله الا اجزاء بسيطة من الملعب، فبقيت مش محتاج تجري ورا الكورة. انت هنا نظرتك للالعاب بالريزولوشن ده هتكون مختلفة عن الريزولوشنز التقليدية. والحمد لله الالعاب بتدعم دقة العرض دي بدون مشكلة، مدام عندك الكارت اللي يشغل الالعاب بدون مشكلة. وهنا ينقلنا لسؤال تاني: شاشة زي دي محتاجة كارت ايه عشان يشغلها على متوسط فريمات مقبول من نوعية تريبل ايه، بما انها الفكرة الاساسية من تواجد الريزولوشن ده؟ انا هجرب الشاشة على المواصفات اللي هتظهر لك حالا، وهجرب عليه العاب من نوعية تريبل ايه. اغلب الالعاب دي هتكون من فئة الاوبن وورلد. النتائج بتقول انك عشان تلعب على الريزولوشن ده وعلى الاقل تكون واصل لنسبة فريمات لا تقل عن ال 60 فريم، انت محتاج كارت لا يقل عن ال RTX 2070. ممكن تبدأ بكارت زي ال RTX 2060، بس للأسف هتكون مضطر انك تضحي ببعض الاعدادات في سبيل انك تاخد متوسط فريمات مقبول وسلس. حاجة لاحظتها وانا بجرب الالعاب، الالعاب بتدعم الريزولوشن ده بدون مشكلة، بمعنى ان اللعبة هتسكيل صح على الريزولوشن ده، وده عشان المطور عامل حساب تواجد الاسبكت ريشيو ده. فاحنا ما عندناش مشكلة في اللعبة والشاشة كريزولوشن، لكن عندنا مشكلة في اليوزر انترفيس او القوائم. للأسف مش هتكون كل الالعاب او القوائم بتسكيل صح على الريزولوشن ده، لان واضح كده ان القوائم لما تم تصميمها كان على اساس ان الاسبكت ريشيو التقليدي هيكون 16:9. بس بعيدا عن الالعاب، ايه الاستخدام اللي ممكن يستفيد بالريزولوشن ده؟ الفيديو برودكشن، اي اديتور مثلا على سبيل المثال بيشتغل على شاشتين، الاولى هتكون للتايم لاين والتولز، والثانيه هتكون فول سكرين للمحتوى اللي انت شغال عليه. في الغالب الشاشه الثانيه اللي هي بتاعه المحتوى بتكون الشاشه دي رنج الوانها اعلى من شاشه التايم لاين، لان ببساطه هي دي اللي هتعرض المحتوى النهائي، والتغيرات اللي هتحصل هنا هتظهر لك هنا. فبالنسبه لك الشاشه دي هي شاشه المحتوى النهائي اللي مفترض انا كمستخدم اتفرج عليه، والشاشه الثانيه هي عباره
عن ارقام بس. الفكره هنا انك هتكون قادر تعرض التايم لاين بتاع الفيديو من الالف للياء، مش محتاج تسكرول كتير، لان الريزولوشن هيسمح لك انك تعرض ضعف الشاشه الواحده اللي ممكن تستخدمها. ضيف على كده ان البانل هنا VA، هي مش المقترحه لشغل الكالر كوركشنز، بس الوانها افضل من التي ان بنسبه ادوبي بريمير، هتظهر لك حالا. ما هياش القيم الافضل، لكن نقدر نقول انك لو بتفكر تبدا في مجال المونتاج بشكل احترافي ومعاك الميزانيه اللي هتقدر تخليك تجيب شاشه زي دي، ممكن نقول انها البدايه بس مش السيناريو الافضل، لانك هنا مش محتاج شاشه ببانل VA، انت محتاج الاعلى زي الاي بي اس. يبقى الشاشه كمواصفات مع التجربه مع الالعاب من نوعيه تريبل اي ممتازه، وده عشان التردد وعشان الريسبونس تايم المناسب للالعاب من النوعيه دي. تواجد الاتش دي ار 400 مع الفري سينك 2 اللي مش لازم تشغله مع كروت اي ام دي، بس ممكن يكون معاك كارت من كروت باسكال او تيورينج يشتغل معاك بدون اي مشكله، بيدي تجربه سلسه جدا للالعاب. الشاشه استخداماتها كتير غير الالعاب، خصوصا في موضوع المالتي تاسكينج والاديتنج. شاشه زي دي محتاج تكون حاسب لها شويه حاجات، مساحه كويسه على المكتب لان الشاشه كبيره حرفيا، تكون حاسب لها ميزانيه كويسه. سعر الشاشه دي هو 1000 دولار، لسه ما تحددش ليها سعر في الوطن العربي، وفي الغالب هتكون متاحه في الربع الثالث، بس نقدر نقول كده بالمصري بعد الجمارك والضرايب واللازم منه هتخش لها في حدود 23,000 جنيه مصري. حركه الشاشه محدوده، وده الطبيعي لشاشه بالحجم ده، ما فيهاش ار جي بي، ودي ممكن نقول انها مش حاجه وحشه خالص، لان بصراحه لو الار جي بي موجود كالعاده في الجزء اللي ورا مش هيكون ليه اي فايده. كنت افضل ان الشاشه ما دام جايه كده كده بريسبونس تايم 4 ملي سكند، اعتقد انها لو كانت ببانل اي بي اس كانت هترفع من قيم الشاشه في موضوع الكالر كوركشن. الخلاصه ان الاسبكت ريشيو رقم في الشاشات مش محتاج تهتم بيه قوي، الا لو انت بتصنع محتوى معين وعاوز توصل بيه رساله معينه زي ما قلت في البدايه. شاشه اسوس شاشه لازم تكون عامل حسابها في كل حاجه، من حيث شغلك ومن حيث ميزانيتك ومن حيث الديسك بتاعك، لان الشاشه مميزاتها تخليك تستخدمها في اكتر من سيناريو زي الجيمنج والستريمنج على شاشه واحده، وفي نفس الوقت تكون متابع الشات والاستاتستيك بتاعه الستريم، وممكن تستخدمها في الايديتنج اللي ممكن بشكل ما بجهاز زي البرو ارت، الصندوق الغريب اللي هيبان قدامك دلوقتي، يخليك تستغنى عن التجميع وتروح لاجهزه مهمتها الاولى والاخيره هي المالتي تاسكينج، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اللي هيجي لك بها اشعار لما تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير. ولو حلقتنا عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسيب لنا رايك تحت في التعليقات، وكالعاده اشوفكم في الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين.